أشادت الدكتورة رانيا المشاط وزيرة التخطيط والمتابعة والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي بالتعاون الفعال مع الجانب الألماني في مجال الطاقة المتجددة وكفاءة الطاقة. جاء ذلك خلال لقاء مع الدكتور يوخين فلاشبيرت وزير الدولة بالوزارة الاتحادية الألمانية للتعاون الاقتصادي والتنمية على هامش فعاليات مؤتمر هامبورغ للاستدامة في ألمانيا، حيث ناقش الجانبان خلال اللقاء مستجدات الشريحة الجديدة من برنامج مبادلة الديون المصرية الألمانية والمشروعات الجديدة المرتقب تمويلها ضمن محور الطاقة ببرنامج نوفي. كما تم مناقشة التحضيرات الخاصة بالمفاوضات الحكومية المصرية الألمانية القادمة والمقرر عقدها في الربع الأخير من عام 2024 في برلين.